السلام عليكم بنات، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو الجديد ديالي. سمحوا لي غادي يكون شويه ديال الصداع مع الشارع. اليوم جيت باش نعطيكم لافي ديالي على واحد المشتريات ديالي من بيم. كنت خديتهم ماشي غير اليوم ولا البارح، هادو مشتريات كنت خديتهم من شحال هادي. كل مره كناخذ شي حاجه وقلت علاش لا ما نجمعش لكم فيديو فيه كاع هادشي اللي خديت، باش الا جاوا مره اخرى ولا كانوا باقين دابا تكونوا عارفين اللي مزيان اللي ممزيانش، وتستافدوا من هاد النصائح اللي غادي نقول لكم دابا. دونك اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد التيرمو. ها هويا ديال كيوي، هذا هو التيرمو. كيجي فيه شحال فيه من لتر؟ كنظن انه فيه واحد فاصلة 8 لتر. كيجي على هذا الشكل، كاين جو بونس في الكحل وفي البيض ياك. هو يا ديجيتال، هانتوما كتبان فيه الدرجه ديال الحراره هنا، سواء البارد سواء السخون، وكتجي فيه واحد الغطاء بحال هكذا. فوالا هو من الداخل كيفاش داير. دونك هاد التيرمو هذا اللي غادي نقدر نقول عليه سي كفي نوبل الاولى كان كيسخن ياك، كان كيبقى سخون، ولكن من بعد الاستعمال ديالي فيه الصراحه ما بقاش كيسخن مزيان. ملي كتوصلوا للبلاصه مثلا، مشيتي لديك البلاصه من بعد ساعه، دابا الا كنتي مشيتي تقريبا مثلا مورا 20 مينوت ولا 30 دقيقه كتلقاه باقي سخون، ولكن ملي كتفوت ساعه ساعتين وهداك الشيء هو اللي انت محتاجه كتلقاه ولا دافي، يعني تقدر تشربه ولكن ما سخونش، يعني ما طايبش، فهمتوا؟ دونك هذا هو الحاجه الاولى. بصراحه بالنسبه لي بخي مبقيتش عاقله، ولكن غادي نحط لكم في صندوق الوصف غنحط لكم لو بري ديالو. دونك ثاني حاجه غنهضر لكم عليها هي هذه كيوي، هذه حتى هي ديالو. هذه شنو هي؟ هذه بالنسبه للناس اللي خدامين وداكشي بغيتو تبقاو تسخنوا الماكله بلا ما يتعذبوا، زعما يتبقاو تاكلوا الماكله بايته ولا بارده بلوتو. هذا صراحه ما عندي ما نقول عليه، زوين. شوفوا بقوه الاستعمال راه بداتي، هذا هو الخيب فيه انه واخا حكيتو صافي بحال بدا شويه تي دخلتو الفران. صراحه هذه باش مزيانه انها كتحيد على هذه باش مزيانه، يعني تقدر تغسلها وتخليها هذه ابار، غادي غير تمسحها حيت فيها البلاصه فين كيدار لو بريز. انا نوريكم فوالا هنا فين كديري داك لو بريز ديال الضو، وهنا تتشعل لكم السخونيه. هنا الا بغيتو تسخنوا الماكله خاصكم ديروها بنص ساعه قبل، يعني مثلا باغات تغدي مع 12 ونص غادي ديريها مع 12 حطيها تسخن، يعني نص ساعه قبل. وكيجي معاها لو بريز ديالها التي انا غادي نوريه لكم، ما عرفتش فين حطيته الصراحه، جبتو معايا واخا انا غادي نوريه لكم. فوالا ها هو لو بريز، فيه هادو من هنا وهادي. بالنسبه للبنات اللي عندهم طوموبيل موتوريزه وداكشي راه ما هذا ما يصلحش لكم للطوموبيل، زعما تسخنوه في الطوموبيل لا، هذا غير بالنسبه للبريز العادي وصافي. غنبارطاجي معكم هذا هو لو كود كور ديالي صراحه. بوكلير ديال بيم تيجي على هاد الشكل هذا، فوالا كتجي فيه هادي ديال البوطون ديالو، وراه طويل الكابل ديالو طويل ياك. ها هو اللي مصايبه بيه انا شعري دابا، شفتو؟ صراحة شنقول لكم زوين، انتم ما تحكموا. هذا جلو ريكوموند، هذا جلو ريكوموند بدون منازعة. هذا غير خذوه من تلقاوه البنات، خذوه. فوالا ها هو لو بريز، فيه هادو. ندوزو لدابا السكين كير والمكياج وداكشي. دونك اول حاجه كنت خديت هادي اللي تبان لكم مقلوبه في الكاميرا، سميتها برونزير باليت.
فوالا هادي كنت خديتها دابا يمكن واش شي 8 شهور ولا فوالا. ها كيفاش كتجي شي لي كولور اللي فيها، وكيجي بها واحد المشطه مجده صغيره. صراحه هادي براتيك بلاتي، انا غادي نوريكم لي كولور في يديا باش تشوفوهم. ما عرفتش واش غيبان لكم ولا ما غيبانش لكم. صراحه هذا برونزر الاول، مع كاين شويه ديال الظلام. هذا بالنسبه داك اللي كيبيض، صراحه زوينه زوينه. انا زعما هادي جو لو ريكوموند، زوينه بزاف وبراتيك وما غاليهش. يعني بالنسبه للناس اللي باغين كاليتي بري راه هي هادي. هاد الباليت زوينه، غير خذوها بعينيكم مغمضين. هادي ديال بيوتي اديكت. ثاني حاجه بالنسبه للسكين كير كاين هذا استايفس. هاد سان ايفس ديجا هضرت عليه في واحد لا فيديو، اللي باقي ما شافوش يمشي يشوفو، راه هضرت عليه بوحدو بشكل مفصل وكلشي. وهذا ايفوليو ديرم، هذا يلا خديتو ماشي بزاف يلا كانوا داروه. هذا اللي خديت انا ديال الارغان، كنت صراحه بغيت هذاك اللي تهضروا عليه بزاف ديال الوفيرا، ولكن صراحة ما بقيتش لقيتو، ما لقيت غير هذا ديال الأركان. فوالا هذا فيه 150 مليلتر، كيقولوا بلي زوين. هذا تقريبا انا يلاه درتو دابا الاستعمال الرابع، ما نقدرش نهضر عليه دابا، تندير ليه فيديو بوحديتو ونقول لكم واش زوين ما زوينش، المنافع ديالو واش لا واش وافقني ما وافقنيش. هادشي كامل ان شاء الله منكمل التجربه عاد نقدر نشارك معاكم. المهم اللي نقدر نقول لكم حدود الساعه راه مزيان، ولكن ما نقدرش نحكم عليه حتى من بعد وندير لكم فيديو مفصل عليه. فوالا كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم ونكون فدتكم شويه. اللي باقا ما اشتركتش في القناه تشارك، اللي باقي ما دارتش لايك دير لايك، دعموني باش نزيد نحط لكم دوطرو فيديو ان شاء الله. بسلامه عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.